أصدقائي الأعزاء، رغم أنه لم يمضي من 2021 إلا بضعة أشهر قليلة، إلا أنني قررت أن أضع هذه السلسلة التي ستستمتعون بها بكل أدوار 21 يلعبها أبطال العالم في مختلف اللقاءات، وسأغطي لكم أحدث المسابقات وأختار منها أفضل الأدوار التي تحتوي على الجديد والمثير في عالم الشطرنج. أرجو أن تنال رضاءكم. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم. سنرى في هذا الفيديو دور بين اثنين من معجزات الشطرنج، وهما من الهند التي تعيش أزهى عصورها منذ بداية القرن 21 وفوز فيسوانسن آنند ببطولة العالم. الأول نعرفه جميعا وهو براجاندان داها، رابع أصغر جراند ماستر في التاريخ، والآخر لا يقل عنه بل قد يفوقه موهبة وهو نيهال سارين، وهو أكبر من براجا بسنة واحدة ويزيد في تقييمه ب 12 نقطة، فهو 2620 وبراجا 2608. ونيهال فاز ببطولة العالم تحت 10 سنوات في 2014، وفاز ببطولة العالم تحت 12 سنة في 2015، كما فاز ببطولة تحت 18 سنة وعمره 15 سنة فقط في الشطرنج السريع سنة 2020. ومثل الهند التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2020 الذي أقيم أونلاين، وهو كذلك رابع أصغر جراند ماستر يتخطى حاجز 2600 ولم يتعدى عمره 14 سنة. وسنراهما في دور يلعب براجا بالأبيض أمام نيهال بالأسود في بطولة جميلة تسمى تحدي الشطرنج، تتكون من فريقين، كل فريق 10 لاعبين، 5 ذكور و5 إناث من الناشئين الواعدين في العالم، ويشرف على الفريق الأول جوديد بولجار، أما كرامنيك فيشرف على الفريق الثاني، ويلعب كل منهم مع أفراد الفريق الثاني دورين 15 دقيقة و5 ثواني لكل نقلة. وتقوم بولجار بتدريب الفريق الأول وتحليل أدواره، بينما كرامنيك يقوم بتدريب الفريق الآخر. وتتكون المسابقة من 4 بطولات منفردة، وفاز بالبطولة الأولى صديقنا براجا، وحصل على الجائزة المالية وبطاقة صعود لكي ينضم مع 5 آخرين من الفائزين ليقابل مجموعة من أبطال العالم على رأسهم كارلسون وويسلي سو وكاروانا. وسوفيكم بعدد من أدوار هذه البطولة الجميلة لتروا كيف تطور الشطرنج حاليا. والآن هيا نرى براجا بالأبيض أمام نيهال سارين في الجولة الثالثة من البطولة الأولى. وقبل أن نبدأ أهدي هذا الفيديو للأصدقاء إبراهيم محسن وصالح الأحمدي والصديق محمد يوسف. براجا بالأبيض وبدأ دي فور، ورد نيهال نايت اف 6 سي 4 اي 6 نايت اف 3 دي 5. وصلنا إلى جنبية الوزير المرفوض نايت سي 3. هنا عادة الأسود بيلعب النايت سي 6، لكن نيهال فضل نايت دي 7، وده تفريع طموح. بيشوب اف 4 دي سي 3. الأسود بيفوز ببيضة، لكن هيعطيه في الوقت المناسب لكي يسرع في التعبئة. E3 بيفتح للفيل ليأخذ البيضة، وهنا لو الأسود حمل بيضة بنايت بي 6 بنسميها الحماية الكاذبة، لأن الأبيض هياخد البيضة وبعد الأخذ هيلعب كوين A4 تشيك بشوكة للملك والحصان، وبعد مثلا بيشوب دي 7 كوين سي 4. الموقف متعادل ماديا، لكن الابيض متفوق في التعبئة. على اي حال نيهال حمل بيضة بالبي 5
بيضحي ببيدق، وبعد نايت بي 7 الاسود اصبح له بيدقين معزولين وبيدق مزدوج، والابيض بيهدد بالاخذ على المربع سي 7 بشوكة للملك والرخ. ولكن ليه الاسود اختار هذا التفريع؟ اختاره بسبب البيشوب بي 4 تشيك، بيعبق قطعة بتنبو على الملك. ودلوقتي الابيض لو دافع بالنايت دي 2 هيدي الفرصة للاسود للعب النايت دي 5، طالب يكسر الفيل وبيهدد بA6 والحصان لازم يتراجع، والاسود بياخده وبيفوز ببيدق وطالب الرخ، وكذلك تعبئة الاسود افضل، ولذلك براجع تراجع بالحصان ونهال كمل نايت دي 5، طالب يكسر الحصان ويفوز ببيدق ويفوز بالفرق. وهنا عادة الابيض بيلعب روك سي 1، لكن براجا فضل يلعب اي 3 طالب الفيل. ودلوقتي لو الاسود اخد بالفيل هتبقى نقلة ضعيفة، لان الابيض هياخد، والاسود لو اخد طالب الوزير هيلعب كوين سي 2 طالب الحصان ومن وراء البيدق، والابيض هيتفوق في التعبئة. ولذلك نهال ما اخدش بالفيل انما اخد بالحصان، والابيض لو اخد فورا الاسود هياخد البيدق بتشيك وحيفوز بالفرق، ولذلك براجا كمل كوين دي 2، ودي النقلة المفتاح من هذا التفريع. الحصان مطلوب والفيل مطلوب، ولابد للاسود ان يخسر قطعة، والحصان سيان اما يتراجع للمربع دي 5 طالب الفيل، وبعد اي بي 4 نايت اف 4 اي اف 4، وحنصل لموقف مشابه لهذا في التفريع القادم اللي فيه الحصان هيذهب للمربع E2، وحيحدث نفس الموضوع AB4 Knight F4 EF4، وبنصل لنفس الموقف والبيدق مطلوب والاسود بيحميه بالنايت B6 وموقف الابيض افضل قليلا. على اي حال الحصان لم يتراجع انما لعب نقلة خبيثة بيشوب اسري. الابيض له الاختيار اما ياخد الحصان او ياخد الفيل، لكن لو اخد بالرخ هتبقى نقلة سيئة، علشان الاسود هيلعب نايت بي 1 بشوكة للوزير والرخ، وده موقف نادر في الشطرنج. بينما لو اخد بالوزير الفيل هيتراجع، وهنا هيحدث التكسير، وبعد اخذ البيدق والاسود هيقوم بالتبييت وكذلك الابيض، والموقف متساوي تقريبا. على اي حال براجا اخذ بالبيدق ووصل بين بيادق الابيض اللي اصبحت كتلة متماسكة في الوسط، والاسود اصبح له 3 بيادق معزولة منهم بدقين مزدوجين. على اي حال تراجع بالفيل والابيض اخذ والاسود اخذ، وهنا الابيض استرد البيدق، وبعد التبييت اصبح للابيض كتلة بيادق قوية في الوسط، بينما الاسود فاز ببيدق سالك ولكنه مازال بيدق ضعيف. وكمل الدور بيشوب بي 7 بيشوب اي 2 كوين سي 7، بيضغط على البيدق المتأخر على عمود مفتوح وبيهدد برخ الملك سي 8، ويضغط اكتر على البيدق، ولذلك براجا دفع البيدق للامام اي 5 روك سي 1 اتش 6 كوين سي 3 روك سي 8، بيضغط على البيدق وبراجا بيحميه بالنايت دي 2، طالب يلعب البيشوب اف 3 ويكسر الفيل القوي للاسود. وهنا نهال بدأ اول اخطائه بالنقلة اي 5، طالب يكسر البيادق الوسط ويلعب النايت اف 6، لكن هنا براجا اثبت موهبته ولعب سريعا بيشوب جي 4، بيربط الحصان على الرخ وطالب ياخد الحصان والوزير ياخد، ويتخلى عن حماية بيدق الاي 5 والابيض يفوز بيه. وافضل نقلة للاسود هي لعب الاي 4، لكن نهال كمل اي دي 4 اي دي 4 روك اي 8. نهال بيترك بيدق في سبيل السيطرة على العمود اي المفتوح، وبراجا كمل في خطته ببيشوب دي 7 كوين دي 7، البيدق اصبح محمي فقط بالرخ،
والابيض فاز بالبيضة، ودلوقتي افضل نقلة للاسود هو تكسير الرخين، وبعد الاخذ هيلعب كوين جي 4 طالب المات وطالب بيضة الدي 4، والابيض ليس امامه غير الدي 5، وهنا هيلعب كوين اف 4 بيصوب على الحصان ومن وراه الرخ وبيهدد بالنقلة القوية روك اي 2. وافضل نقلة للابيض هو التراجع بالوزير، وبعد روك اي 2 طالب الحصان، الحصان بيذهب للمربع اف 3، والابيض فايز ببيضة وموقفه افضل قليلا، وربما ده افضل موقف يقدر يوصل له الاسود. لكن بدلا من التكسير كمل بنقلة غير متوقعة بيشوب جي 2، بيضحي الفيل امام بيضة في سبيل كشف الملك، وربما هذه التضحية تكون سيئة في الشطرنج التقليدي، لكن في الشطرنج السريع مسموح بيها. وبالفعل بعد كينج جي 2 روك اي 5 كوين اي 5 كوين جي 4 تشيك بشوكة للملك والبيضة، وبعد كينج اتش 1 كوين دي 4 طالب بيضة الاف 2 وطالب كذلك الروك اي 2، وربما افضل نقلة للابيض هي الروك اف 1، ورغم انها نقلة تبدو سلبية الا انها كافية للابيض ليخرج فائزا بقطعة امام بيضة. وافضل ما لدى الاسود هي الروك اي 2 طالب البيضة وطالب الحصان، لكن الابيض هيلعب ببساطة نايت اف 3 طالب الوزير، وافضل نقلة للاسود هو كوين اي 4 طالب الحصان المربوط على الملك، وهنا الابيض بينهي الموقف بكوين دي 5 بيحمي الحصان بطريقة غير مباشرة، وفي نفس الوقت طالب التكسير بدون خسارة بيضة كما سنرى، لان براجا لم يلعب الروك اف 1 وانما لعب متسرعا الكوين دي 5، وفاز الاسود ببيضق واصبحت القطعة امام بدائين. ولكن فكرة براجا هي لعب الروك اف 1 طالب الوزير ومن وراء البيضة مع الوزير الابيض، وكذلك يطلب بيضة الدي 6، وربما افضل نقلة للاسود هي الكوين اي 7 بيحمي البيضة وبيترك بيضة الدي 6، لكن نهال عقد الامور بالنقلة روك اي 1 بيربط الرخ ويمنعه من اخذ الوزير، وافضل نقلة للابيض هي تكسير الرخين، ولكن براجا فضل كوين اي 8 تشيك كينج اتش 7، وهنا لعب كوين اي 4 تشيك بيترك الوزير على اساس الرخ لو اخذ الوزير هيحرر الرخ الابيض وهياخد الوزير امامه، وبالفعل بعد روك اي 4 روك اف 2 طالب بيضة الاف 7 روك دي 4 بيشل الرخ التي لا تستطيع اخذ البيضة والا هتترك الحصان، وكذلك بيشل الحصان الذي لا يستطيع الحركة والا هيفقد البيضة، ولا يوجد غير الكينج جي 2. وهنا اخر امال الاسود هي لعب الروك دي 3 بيحجز الملك ومازال بيشل الرخ والحصان، لكن نهال ملعبش الروك دي 3 وكمل اف 5. بالطبع الابيض لا يستطيع اخذ البيضة والا هيترك الحصان، ولا يوجد غير تحريك الملك للمربع اف 3 اف 4 كينج اي 2. براجا له خطة وهي الذهاب بالملك للمربع دي 1 ثم سي 2 ثم سي 3 طالب الرخ التي اصبحت بدون مأوى، ونهال كمل جي 5 طالب يلعب الجي 4 ثم الجي 3 وتكسير البيادق، وتنتعش امال الاسود في التعادل. وافضل نقلة للابيض هي لعب الاتش 3 ليمنع الجي 4، لكن براجا اكمل بكينج جي 1 نقلة سيئة وتركت الحرية للرخ للذهاب للمربع دي 3 وتحرير الرخ، ولكن نهال فقد هذه الفرصة وكمل كينج جي 6، وبراجا انتهز الفرصة بكينج جي 2 طالب يلعب الكينج جي 3 ويفوز بالرخ التي لا امل لها في التراجع لوجود البيضة، ولكي ينجو بالرخ لابد من تضحية بيضة باف 3 ويفتح الصف امام الرخ،
والأبيض سعيدا أخذ البيضة وأصبحت القطعة أمام بيضة وحيد روك اتش 4 اتش 3 جي 4. الأسود بيستمر في خطته بتكسير البيادق لكي ينعش آماله في التعادل، والأبيض مجبر على الأخذ، والأسود أخذ بالرخ، وبعد روك دي 3 طالب البيضة، والبيضة لا يمكن حمايته، ولذلك نهال تشبث بالأمل الأخير بـ H5 روك دي 6 تشيك، وأصبح الأبيض فائزا بقطعة صافية. كينج F7 كينج دي 3 H4 نايت F3 روك جي 3 كينج E3 H3 روك H6 بيمنع البيدق من التقدم، وبعد كينج جي 7 طالب الرخ، الرخ تراجع، كينج اف 6 كينج اف 4 طالب الرخ، روك جي 8 روك اتش 3. البيدق الاخير سقط واصبح الابيض متفوق بقطعة وبيدق، ولكي يفوز لابد ان يذهب بالبيدق الى مربع الترقية. كينج اي 6 كينج اي 4 كينج دي 6 كينج دي 3 كينج سي 5 روك اتش 5 تشيك كينج بي 4 روك بي 5 تشيك كينج اي 4 روك بي 1. الابيض نجح في حصار الملك في العمود الاخير، والحصان والملك كفيلين بايصال البيدق الى مربع الترقية. روك دي 8 تشيك نايت دي 4 روك سي 8 كينج سي 3 كينج اي 5 روك بي 5 تشيك كينج اي 6 سي 5 روك اتش 8 كينج سي 4 روك اتش 6 روك بي 1 روك جي 6 روك اي 6 وبعد روك اتش 6 براجا انهى الدور بروك اي 6 تشيك، ولابد من التكسير، والابيض هياخد ويرقي البيضه بسهوله، ولذلك نهال سلم. وقبل ما اودعكم هوريكم صورتين، الصورة الأولى للاعبين في الموقف النهائي، والصورة الثانية للصديقين أثناء بطولة تحت 12 سنة، والأخرى أثناء أولمبياد الشطرنج 2020. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدور وتعرفتم على موهبتين من الهند، ربما سنرى أحدهم وهو بطل للعالم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.